كده حبايبي هنجربه بقى دلوقتي على شعر ابني. ف استغفر الله العظيم يا فتحي. ده فتحي اليوم مين؟ استغفر. كده حبايبي هجرب بقى الكريم دلوقتي على شعر ابني عشان نشوفه برضو ايه، نشوفه كده وهو بيثبت الشعر، لان الكريم ده انا عاملاه عشان يبقى مثبت كده للشعر. اهيت شايفينه بيدي لمعة جميلة جدا، شايفينه يعني لمعة بينيم الشعر الهايش زي ما احنا شايفين كده حبايبي، وكمان بينعم الشعر كمان. شايفين المنظر؟ طبعا شايفين اللمعة. انا بس انا بجرب دلوقتي يا فتحي. طبعا هو مش هو ليه تسريحة تانية ابني بيعملها طبعا. كده حبايبي زي ما احنا شايفين، انا بس انا بسرح لك شعرك كمان اهو. انا عامله فيك خدمه، انا بسرح لك شعرك. استنى استنى، انا عارفه انت بتعمل ايه، انت عارفه ان انت بتحب تعمل بوف كده على قدام. استنى هعمله لك والله. يا عم وقف بقى، خلينا نخلص. ليه؟ معلش يا جماعه، انا مستلفه ابني دلوقتي بالعافيه. يا ابني بطل زغزغ، خلينا اخلص الفيديو بس يا فتحي. خلصني في كده بقى، ما انا عايزه بس اهو. اسفيني يا جماعه. معلش يا جماعه. استنى اهو. طب امسك انت المشط واعمل بقى البف اللي انت بتعمله اهو. بص اهو والله انا عامله لك حلو والله اهو. استنى بس استنى يا فتحي، خليني انهي بقى الفيديو يا ابني، انا تعبت والله. ما انت كده في الشعر جامد. لا بقى انا بعمله لك بالراحه والله. بالراحه ليه؟ اهو استنى يا ماما. استنى اهو استنى بس. مش عارفه انت بتعملي ايه بالظبط. بس اهو باين باين خلاص اهو. امسك ظبط نفسك. لا امسكي. استنى بس وقفي، انا وقفه ما اجيب له المرايه بص فيه. كده حبايبي بقى هو يعني بيظبط شعره على التسريحه اللي هو يعني اللي هو حبيبها، وزي ما احنا شايفين الكريم عاطي لمعه جميله. زي ما احنا شايفين اهوت، شايفين الشعر نايم ازاي. يا بس انا شعر ابني بقى طويل عايز يحلق. اعمل بقى ظبطه، انا حاطه لك المرايه اهي بص فيها. كده حبايبي اتمنى الفيديو النهارده يكون عجبكم، وزي ما احنا زي ما انتم شايفين كده معايا يعني هو بالعافيه لما ابني وافق ان انا اصور معاه اللقطه دي وما كانش عايز يطلع. اتمنى ان انتم اتمنى حبايبي ان الفيديو يكون عجبكم، ويا ريت اللي لسه متابعيني لاول مره فضلا وليس امرا، يا ريت ان انتم تدعمونا بالاشتراك في القناه، وما تنسوش تفعلوا الجرس واللايك ولايك وشير. عامل اشتراك يا جماعة، انا مش عارفة اتصور حاجة. زهر والله العظيم ده احلى مقطع، تصدق بقى. يلا معاكم حبايبي حنان الوراق منادى وفتحي. ايه فتحي يا ابني ده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.